مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجتمع واعي. ومساك الله بالخير لولو. مساك الله بالنور والسرور. صراحة أنا اليوم معجبة جدا بجو الاستديو، سبحان الله، جميل جدا كأنك قاعدة في حديقة. اي والله ما قصرت صراحة لريسة سهير الرئيس، بالفعل سهير الرئيس لك كل الشكر، عطيتي حق الاستديو مالنا روح. هذه الألوان الطيبة فعلا تعكس حتى إيجابيا حتى على نفسيتنا. بالضبط، لمسة جميلة، لمسة تدل على يعني أناقة، تدل على يعني لباقة، تدل على شيء ممكن احنا نتكلم فيه اليوم عن الجانب الروحاني، عن الجانب العاطفي، عن جوانب كثيرة. هذه الورد يخليك تتكلمين في كل الجوانب. والله الصراحة بالضبط، يذكرك بالجمال، بالجمال، بالزواج، بكل شيء. مشاهدينا، العلم والعمل والتحضير لكل أمر محتمل، وبالتعاون والالتزام اكتمل مشوار البحرين في مواجهة فيروس كورونا. لذا فمساءكم نجاح وتحدي، مساءكم قوة وتصدي لهذه الجائحة بإذن الله. والله الورد خلى يعني بوتركي حكي فصحى يعني مرة واحدة، يعني نزل علي الوحي، شلون نزل عليك الوحي من الورد. أكيد إن شاء الله يا فواز، بإذن الله إن شاء الله يا رب نقدر نعدي هذه الفترة، وأكيد برنامج مجتمع واعي راح يستمر معاكم. هذا المجتمع اللي بإذن الله بتكاتف والتزام أفراده من المواطنين والمقيمين راح نتمكن إن شاء الله من اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، وإن شاء الله هذا الورد راح نوزعه بفرح إن إحنا انتهينا من هذه الجائحة. إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك يعني الالتزام ثم الالتزام وبعد ثم الالتزام بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة هذا الوباء والحد من انتشار الفيروس في كل الأرجاء. فالالتزام يؤدي إلى الانحسار، والاستهتار يؤدي إلى أكيد عدم يؤدي إلى شنو؟ الانتشار يؤدي إلى عدم الانتشار. عدم الالتزام يؤدي إلى الانتشار طبعاً. أكيد الورد خلنا نختلف. أقول لك اليوم شفت شلون أنا في ورد. أكيد عشان كذي إحنا لازم نلتزم، ولازم نلتزم مو بأي شيء، لازم نلتزم بمسؤولية مثل ما هو دي شعارنا في هذه المرحلة، ولازم على كل فرد منا إنه يقوم بدوره اتجاه هذا المجتمع. المهم في هذه المرحلة فعلاً 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 نحن نلتزم. قيادتنا الحكيمة قامت بكل الأمور اللازمة للحفاظ وايضا لتعزيز صحه الجميع، واخواننا واخواتنا في الخطوط الاماميه يقومون بمجهود كبير جدا للقضاء على هذا الفيروس، وهذا اللي لازم يخلينا فعلا ان احنا نلتزم ونلتزم ونلتزم. بالفعل انت قلتي القياده الحكيمه ما قصرت، باقي الدور على من لولو؟ علينا احنا المواطنين، على المواطنين، باقي الدور على المواطن والمقيم من خلال لبس الكمام وتطبيق مبدا التباعد الاجتماعي والبقاء في البيت والخروج بس للضروره، والحفاظ ايضا على نظافه اليدين. مشاهدينا خلكم معنا وتابعوا مواضيع حلقه اليوم بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم
حيث اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، اعتمد حزمة من المشاريع الإنسانية والتنموية تصب في مصلحة المواطنين والمتضررين من جائحة كورونا بميزانية قدرها 17,430,000 دينار ضمن مساهمات الحملة الوطنية في النخير واللي أطلقها سموه لدعم الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا. نعم، وقال سموه أن التاريخ راح يخلد ما قام به شعب البحرين الكريم وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة من تعاون وتعاضد لمواجهة جائحة كورونا، حيث أثبت شعب البحرين بأننا جميعا على مستوى المسؤولية وأن حب الوطن والقيادة الحكيمة لسيدي جلالة الملك المفدى راسخ في القلوب متجذرة في الوجدان، حيث هب الشعب لتلبية نداء الوطن وأثبت للعالم بأننا نقف صف واحد مع الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا اللي يقودها بكل جدارة واقتدار سمو ولي العهد. وفي خبر آخر مشاهدينا، تم التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان والرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، وذلك لتدريب الباحثين عن عمل عن بعد. وبالفعل ويهدف هذا الاتفاق إلى تدشين مبادرة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتقديم عدد من برامج التدريب للباحثين عن عمل في تخصصات برامج المحاسبة والمالية وإدارة الأعمال والتأمين والحاسب الآلي وإدارة المشاريع والقيادة ضمن منصة إلكترونية حديثة تضمن العديد من العناصر المحفزة والمشجعة. طبعا يا لولو، هذه العناصر تضمن بعض التسهيلات والإعفاءات للباحثين عن عمل للالتحاق بهذه البرامج في مثل هذه الظروف الاستثنائية من أجل تطوير المهارات والقدرات الشخصية وزيادة فرص توظيف المواطنين ضمن البرامج اللي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. نعم، وفي الخبر الأخير قامت الأمانة العامة لمجلس الشورى ببرنامج تدريبي عن بعد لأعضاء المجلس حول إدارة الأزمات إعلامياً، وذلك في إطار برامج الدعم والمساندة اللي تقدمها الأمانة العامة للسادة الأعضاء بما يعزز أدائهم ودورهم التشريعي وآليات التعاطي في إدارة مختلف التحديات والظروف في الجانب الإعلامي. هذا البرنامج أيضاً يلول وقدم عبر أنظمة الاتصال المرئي الأستاذ ماجد الغامدي المستشار الإعلامي في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحدث الغامدي عن الفروقات ما بين الكوارث والأزمات والدور اللي لعب الإعلام في الأزمات، متحدثا في هذا السياق عن الأزمة الصحية اللي تعاني منها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري، أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط ويمكن أقل، بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. ضمن تعاونها المستمر وتعزيز التواصل مع المواطنين بمختلف الطرق اللي تحقق التباعد الاجتماعي، دشن معهد التنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الداخلية برنامج ترابط لمحافظات مملكة البحرين للوقوف على إنجازاتهم وفتح نافذة جديدة للتواصل بين المحافظات والمواطنين. نعم لولو، الاستضافة الأولى يا لولو تشرفت بتقديمها وكانت مع سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اللي أكد على العديد من الأدوار اللي تقوم فيها المحافظة، وكان أيضا هناك عدد كبير من الجمهور اللي حرصوا على متابعة هذه الاستضافة. نتشرف بهذه الاستضافة الجميلة مع سمو الشيخ خليفة بن علي، ونشوف معاكم التقرير وراجعين لكم بالتأكيد.
طبعا للحديث اكثر عن برنامج ترابط يسرنا ان يكون معنا عبر الهاتف الاستاذه ايمان فيصل جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنميه السياسيه. نمسي عليك بالخير استاذه ايمان. مرحبا يا مرحبا استاذه. قبل الحديث عن ترابط، معهد التنميه السياسيه اتخذ عده اجراءات من شانها تعزيز الالتزام بالتدابير الوقائيه لمكافحه كورونا. ماذا عن هذه الاجراءات بدايه؟ خلينا نتكلم عن هذه الاجراءات. طبعا منذ بدايه ظهور جائحه كورونا تداعياتها طبعا التي اثرت علينا في مختلف نواحي الحياه، وتنفيذا للقرارات والاجراءات الاحترازيه الصادره من اللجنه التنسيقيه، تبنى المعهد سياسات عديده ومبادرات تتماشى مع هذه الاجراءات لضمان سلامه العاملين بالمعهد والمشاركين في كافه الانشطه والفعاليات. من خلال طبعا تغيير اسلوب العمل في البرامج القائمه وإضافة العديد من البرامج الجديدة اللي من خلال تقنيات الاتصال المرئي مثل برنامج الوعي السياسي وبرنامج ثراء الوطن وبرنامج مهارات البرلماني والعديد من البرامج اللي طرحناها. جميل. نعم، يعني لو نتكلم أكثر عن برنامج ترابط، هذا البرنامج الرائد اللي أطلقه المعهد بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم فيه أو من خلاله استضافة المحافظين من خلال لقاءات عن بعد مع المواطنين. لو نتكلم أكثر، شلون يسهم هذا البرنامج في تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب وفي نفس الوقت يعرف عن احتياجات المواطنين؟ طبعا انطلاقا من الرسالة اللي يحملها معهد بحرين التنمية السياسية في النهوض بالتواصل المجتمعي في مختلف الظروف، قام المعهد بتشكيل برنامج ترابط اللي نستضيف فيه أصحاب السمو والمعالي والسعادة محافظي المحافظات في مملكة البحرين في لقاءات تجمعهم مع المواطنين والمقيمين عبر برنامج الاتصال المرئي زوم. طبعا عشان يكون هذه نافذه جديده تتماشى مع متطلبات الوضع الحالي، ومن خلال يستطيعون المحافظين التواصل والاستمرار في يعني معرفه احتياجات المواطنين وكذلك ابراز جهود المحافظات ومبادراتهم المختلفه في هذه الفتره. نعم، يعني برنامج ترابط أستاذ إيمان متواصل وبدأ باللقاء مع سمو محافظ الجنوبية على أن يليه لقاءات مع بقية المحافظين، هل يمكن أن نسلط الضوء على الخطط الموضوعة لهذه اللقاءات وأهداف هذه اللقاءات القادمة؟ نعم، طبعا برنامج ترابط بيكون عبر لقاءات متعددة، بيكون كان المشاركين المسجلين مسبقا في حضورها والمشاركة فيها، وانطلقت طبعا مثل ما ذكرت أولى هذه اللقاءات في يوم الثلاثاء الماضي. نعم، استضافة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة على الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وكان صراحة لقاء متميز أكد الأهداف المرجوة من هذه البرنامج، وإن شاء الله بتكون هذه اللقاءات مستمرة. في عندنا الأسبوع القادم لقاءات بتكون مع محافظة منحرز، بعدها محافظة العاصمة، والأسبوع اللي يليه بيكون مع محافظ المحافظة الشمالية. نعم، جميل جدا. نعم، تفضلي. بيكون يتطرقون المحافظين في هذه اللقاءات لعدة محاور لإبراز إنجازات هذه المحافظات يعني والمكتسبات التي تحققت منذ استحداث هذا النظام، كونه من المعجزات الهامة لمشروع جلالة الملك الإطلاقي، وبيسلطون الضوء على دورها في حفظ الأمن والنظام وكذلك دورهم في الأزمة الراهنة وجهود المحافظات في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. نعم، يعني أيضا البرنامج يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية وفي إطار تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة اللي هي بحريننا، كيف يمكن توضيح ذلك؟ طبعا هذا البرنامج هو أحد ثمار التعاون والتنسيق المستمر اللي كان بين المعهد ووزارة الداخلية، ويعتبر هذا البرنامج أحد نواقض تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني مثل ما ذكرت في بحريننا، ونسعى من خلال هذا البرنامج تعزيز التكافؤ بين أبناء المجتمع، التكاتف بين أبناء المجتمع الواحد لما فيه خير واستقرار وأمن الوطن والمواطنين، وإن شاء الله نتمنى إحنا يعني في النهاية نحقق هذه الأهداف المرجوة من هذه المحاضرات إن شاء الله. سؤالنا الأخير أستاذ إيمان، من بين مجالات التنمية السياسية طبعا زيادة الوعي وهو أمر أساسي في عمل المعهد وهو ما يتم بالتعاون مع جهات عدة، يعني ما هي مقومات تعزيز الوعي بشكل عام وكيف يمكن العمل على تطويرها في الظروف الراهنة؟ طبعا الوعي المجتمعي هو ركن أساسي من أركان عمل المعهد، وهو ما جعلنا نسخر كافة الحلول التقنية لتنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات في المعهد لتوعية الفرد والمجتمع ليصبحوا على إدراك تام بمتطلبات هذه المرحلة اللي نمر فيها والظروف الراهنة. نعم، يعني
كل شكر لك استاذه ايمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنميه السياسيه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، برنامج ترابط ياتي ضمن المبادرات اللي تبنتها الخطه الوطنيه لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنه بحريننا. بالتاكيد لولو، يعني الخطه الوطنيه لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنه بحريننا مر على تدشينها اكثر من عام، وجات برعايه وتوجيه من جلاله الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه، وتعبر الخطه في عن قيمها واهدافها ومبادراتها عن فكر قائد ارسى قواعد الدوله المدنيه الحديثه القائمه على مبدا العداله والمساواه. خلينا نشوف معاكم هذا التقرير وبالتاكيد راجعين للبرنامج. منذ ان كانت فكره ثم مبادره وخطه، وبحريننا تحمل في طياتها فكرا ملكيا مستنيرا، وهو حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، في أن يكون أساس المشروع الإصلاحي الشامل فكرا يستند في جوهره على تعزيز الولاء والانتماء الوطني وتعزيز أركانه ليظل حائط الحماية الأول للمجتمع. من هذا المنطلق جاءت الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة بحريننا، ومضت بخطوات ثابتة واضعة إطاراً تنظيمياً من أجل بناء وطني شامخ. في 26 من مارس 2019 قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بتدشين الخطة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ونخبة من أبناء الوطن. في ذلك اليوم جاءت كلمات معالي وزير الداخلية معبرة ومجسدة للمعاني السامية والأهداف الوطنية التي تعمل الخطة على إنجازها. فالوطن ليس حيزاً جغرافياً نعيش فيه فحسب، بل هو تاريخ المواطن وجذوره ومخزونه الثقافي وهوية وجوده. إن تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ليست مفاهيم وجدانية الشعور والمعنى، بل الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار الوطني. مرت الخطة الوطنية بخطوات واثقة إلى الأمام من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، وبمبادراتها التي تجاوزت 100، فكانت البداية مبادرة معالي وزير الداخلية في 21 من يناير 2018. أعقبها تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لإعداد وثيقة استرشادية تكون إطاراً عاماً لعمل كافة الجهات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لأجل تعزيز الانتماء وقيم المواطنة. بعدها أقر مجلس الوزراء المبادرة كخطة وطنية شاملة تتضمن بجانب منطلقاتها وثوابتها وقيمها الوطنية الآليات التي تضمن تنفيذها وتحقيق أهدافها المطلوبة. تتلخص أهداف الخطة الوطنية في الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأهل البحرين، والعمل بروح وطنية من أجل تنمية الجهود في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، من خلال تعزيز شعور المواطن بالانتماء وجعله سلوكاً إيجابياً ومسؤولاً يساعد على تماسك الجبهة الداخلية بين أطياف المجتمع، إضافة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء والتسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية. وبالحديث عن المبادرات، فهي تندرج تحت 5 مسارات أساسية تستهدف مختلف فئات المواطنين، والمسارات الخمسة هي برامج الانتماء، حملات العلاقات العامة والإعلام، المناهج والمقررات، والتشريعات والأنظمة، إضافة
إلى مؤشرات الأداء الوطني التي تهدف إلى قياس التحولات في اتجاه المواطنين تجاه الانتماء الوطني وقيم المواطنة، وقياس فاعلية تنفيذ هذه المبادرات وتأثيرها مجتمعياً. إن تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة عملية مستمرة أبعادها متعددة، فتعزيز الانتماء لا يتحقق بين عشية وضحاها، وإنما هي جهود مستمرة تجسد نتيجتها الممارسات والأفعال على أرض الواقع، وتبدو ملامحها عبر العديد من المواقف الوطنية والمجتمعية التي تؤكد أن المجتمع البحريني متماسك بطبعه، يتسم بالتعايش والمحبة والتسامح، يؤمن بأن الولاء لجلالة الملك المفدى والتمسك بالقيم الوطنية ومقتضيات الانتماء الوطني هو الطريق للحفاظ على الوحدة الوطنية وبقاء مملكة البحرين نموذجاً حضارياً يشار إليه بالبنان. مشروع رائد بلا شك. طبعا الحديث اكثر حول هذا الموضوع يسرنا ان نكون معنا عبر الهاتف الاستاذه هاله سليمان، مدير المكتب التنفيذي للخطه الوطنيه لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنه بحرين. استاذه هاله مساء الخير. مساء الخير اخي فواز ودكتوره لولو عزيزتي، يعطيكم العافيه وعساكم على القوه. الله يقويك استاذه هاله. يعني تنفيذ برنامج ترابط من شانه تعزيز التواصل واللي عاد اساسا من تنفيذ مبادرات بحرين، كيف تلمسون دور البرنامج في تعزيز الانتماء الوطني؟ بالتأكيد. يمكن أنا إذا تسمحون لي في البداية حاب أني أتقدم بجزيل الشكر إلى شركاء الخطة والمتمثلين بوزارة الداخلية وأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ومعهد التنمية السياسية، هم جميعهم جزء من الخطة الوطنية ومن تنفيذ الخطة الوطنية وأهدافها. لولا جهودهم التعاونية، لولا جهودهم مكملة لبعض، ما كان طلعنا ببرنامج مثل برنامج ترابط. يمكن ذي اندل على شيء، فهو إذا بقتبس الكلمة هو ترابط أو تضامن المجتمع البحريني من مسؤولين، جهات رسمية، مواطنين، وهي حلقة متصلة ببعض. يمكن ذي البرنامج يأتي في صلب محاور أهداف بحريننا. لو فكرنا فيها شوية نشوف أن هناك تجسيد لقيمنا البحرينية، على سبيل المثال القيم الاجتماعية المتمثلة بالعطاء من خلال تضامن أفراد المحافظات والقائمين عليها، الاستشعار ولعب دور ضمن المسؤولية الاجتماعية، بس روح الأمن والطمأنينة. وأيضا لو فكرنا بقيمنا السياسية البحرينية المشاركة العامة رغم جائحة فيروس كورونا، إلا برنامج ترابط أنا أعتبره مثال جميل وحي وتفاعلي للتواصل مع جميع أفراد المجتمع من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي، من خلال أحدث التقنيات المرئية، وأيضا يأتي ليؤكد دور المحافظات بالتواصل مع المواطنين. دور المحافظة هي دور ينهض بكافة النواحي الخاصة بالمحافظة من حيث تطويرها اجتماعيا اقتصاديا وعمرانيا. برنامج التواصل من خلال الترابط هو يمكن أفضل مثال للتواصل ويا أفراد المجتمع من خلال تقنية زوم. نعم، يعني لو نتكلم أكثر عن المسؤولية والشراكة، احنا نعرف أن تكريس قيم المواطنة يتطلب شراكة ومسؤولية، وأكيد مبادرات بحريننا مضت بشكل متسارع من خلال العديد من البرامج مع جهات المعنية. ما هي أبرز المجالات اللي تم العمل عليها في هذه الظروف الراهنة؟ ونعتقد بعد أستاذة هالة لا تسمحين لي، من خلال هذا التحدي اللي احنا عشنا فيه احنا شفنا انعكاس لقيم الخطة الوطنية في الممارسات اليومية للشعب، لو تكلمينا أكثر عنها. صحيح وبالتأكيد. يمكن الخطة الوطنية مر على تأسيسها وصياغتها تقريبا سنة ونص، لكن اللي حصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة طبعا كان تحدي للعالم أجمع. إن أثبت على شيء فهو ضرورة العمل بشكل ذكي ومتسارع وبتكاتف جميع الجهات، ويمكن أهم فرد وأهم محور في الموضوع المواطن. هناك عدة مبادرات تم العمل عليها من خلال شركاء الخطة الوطنية لخدمة مجتمعنا البحريني، وأساسا كانت موجودة ضمن الخطة. يمكن أنا بذكر بعض الأمثلة بشكل سريع، لكن مثلا منصة المتطوعين ذي من أبرز المبادرات الموجودة في الخطة، لكن أثناء
الأزمة اللي مرينا فيها وما زلنا إن شاء الله بإذن الله نتعداها على خير، أن أثبت تضامن المجتمع من خلال مشاركة المواطنين والمقيمين يعني بدون تردد. دي مثال جميل، تطبيق فاعل خير لخدمة المعسكرين في هذه الفترة واللي تم تنفيذه من قبل وزارة الداخلية، اللي هو أيضا يأتي دور المجتمع في المشاركة والتبرع والمساهمة في فرج في الإفراج عن كربة مواطن أو عن يعني عمل خيري اللي يساعد ويدعم أخواننا المواطنين. تطبيق وجهتي تابع لوزارة الخارجية، تطبيق جميل يقوم بالتوعية، وتطبيق قانون العقوبات يقوم بتوعية المواطنين خارج مملكة البحرين وأيضا موجودين في المملكة بما يخص ما يحدث في دول مختلفة المتواجد فيها سفارات مملكة البحرين. لو نلاحظ كلها منصات تفاعلية، تطبيقات معتمدة على أحدث التقنيات، وذي بعد يأكد سرعة التفكير وسرعة العمل على أساس أن يكون هناك تواصل بشكل سريع مع جميع أفراد المجتمع داخل البحرين وخارج مملكة البحرين. مبادرات أخرى مثلا منظومة التشبيك بين المنظمات الأهلية اللي هي حاليا مبادرة تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. طبعا ما ننسى دور تلفزيون البحرين ودوركم كجزء أساسي في ابتكار البرامج التلفزيونية والإذاعية اللي عززت من ثقافة المواطنة، لكن نفس الوقت قامت بتعريف المواطنين بالثقافة والتراث البحريني وتعزيز ثقافة الالتزام بالمسؤولية، وأيضا برنامج مجتمع واعي مثال جميل وحي على المواطنة على قيمنا البحرينية. جميع هذه المبادرات يمكن لو نشوفها نقول هي مبادرات بسيطة أفكارها سهلة، لكن هي تعزز قيمنا، تعزز ترابطنا وتعزز تكاتفنا كمجتمع. وغيرها من البرامج الموجودة اللي هي تثبت أن هي مو بس مسؤولية الحكومة لكن ترابطنا كمجتمع بحريني، تأصيل قيمنا البحرينية مو بس هي على عاتق منصة مثل منصة بحريننا، ولكن هي على عاتق كل فرد في المجتمع اللي يمثل مملكة البحرين كمواطن قلبا وقالبا. جميل جدا هذه الأهداف الأكثر من رائعة في الحقيقة أستاذة هالة، ولكن آلية قياس الأهداف يعني ما وصلتوا له من نتائج خلال الفترة الماضية أكثر من عام إلى الآن، والأهداف القادمة بعيدة المدى بالتأكيد. هناك بالنسبة للقياس، هناك لكل مبادرة تم وضع مؤشرات الأداء من قبل كل جهة مشاركة، ومؤشرات الأداء هي من قياس اللي يتم عليه هم اللي يراجعون مثلا هل المبادرة قامت بخدمة أهداف الخطة الوطنية ككل، وهل قامت بأهداف المبادرة كل على حدة. يعني على سبيل المثال أيضا أنا بذكرها بشكل يعني عام، منصة المتطوعين هل تم تفعيلها، هل خدمت أهداف قيمنا البحرينية أو أهداف تعزيز الانتماء الوطني. لو إحنا نتكلم بشكل عام من غير ما أرجع إلى الأرقام والإحصائيات، نعم، وأجمل مثال كان مشاركة إذا أنا مو غلطانة أكثر من 35 ألف مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين. هل المنصة سهلة الاستخدام؟ هل كان سهل الوصول لها؟ هل كان سهل استخدامها؟ نعم. هل هناك خطوات مستقبلية لتطوير المنصة؟ بالتأكيد. وبيكون أيضا هناك تركيز من قبل أكثر من جهة وأكثر من وزارة للتعاون لجعل هذه المنصة وطنية، مو فقط لجائحة كورونا ولكن لجميع المناسبات، لجميع الأزمات الإيجابية وبعيد الشر السلبية. فهناك نعم هناك في تقييم على كل المبادرات كل على حدة، وهناك أيضا دراسات بيقوم بها مكتب التنفيذي على أساس يشوف قيم المواطنة والقيم الأخرى هل تم فعلا تفعيلها، هل تم تعزيزها، وهل تم تأصيل قيم المواطنة ضمن المبادرات بشكل عام وعلى مستوى مملكة البحرين. نعم، يعني أصلا إحنا شفنا المواطنة تتجسد أمام أعيننا، وأعتقد هذا أكبر مؤشر أن إحنا نشوف كل المواطنين يساهمون في حملة مثلا في النخير أنهم يشاركون في المنصة منصة التطوع. فهذه مؤشرات فعلا إحنا لمسناها في هذه التحدي اللي إحنا عشناه، وهذا فعلا يبين معدن البحرين الأصيل ويبين أيضا نجاح خطة الوطنية اللي هي بحرين ناش. كل شكر لك أستاذة هالة سليمان مديرة المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة بحرين. شكرا جزيلا لك.
الله يديم رايتنا وتبقى في المعالي دفوحنا لجلها عين وقلب ما يعرف انه عسى الله يديم رايتنا وتبقى في المعالي دفوحنا لجلها عين وقلب ما يعرف انه كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين يبداها كل ما نملكه وحنا لها الدرع الحصين يبداها كل ما نملكه وحنا لها الدرع الحصين بقلوبنا حب الملك حب الوطن فحريننا كل الولا فينا سكن بقلوبنا حب الملك حب الوطن فحريننا كل الولا فينا سكن والله شعار حياكم الله من جديد وننتقل إلى موضوع أهم وهو التسويق الإلكتروني اللي أصبح أحد أهم الوسائل للحفاظ على التواصل الدائم مع المستهلكين وزاد التوجه لهذا النوع من التسويق في هذه المرحلة وذلك بسبب الإجراءات اللي اتخذتها الدول في مختلف دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي. على قولتك يا فواز عندهم فلوس والأونلاين موجود يعني. أي بالضبط. فأكيد أن التسويق الإلكتروني في هذه المرحلة الاستثنائية يعتبر جدا جدا مهم بالنسبة للشركات وهو فرصة أيضا لزيادة قاعدة الزبائن. وعشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع أسرنا أن يكون معنا في الاستديو الدكتور جاسم حاجي خبير النشر الاقتصادية وأيضا خبير في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل. ويا هلا ويا مرحبا فيك دكتور. يا مرحبا دكتور، سعداء جدا بوجودك. يعني دكتور لو نتكلم عن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد بشكل عام والتسوق الإلكتروني بشكل خاص. طبعا أنا أول شيء أقول التسوق الإلكتروني يمكن كلمة قديمة يوم سمي التسوق الرقمي. الرقمي. أيوة، لأن الإلكترونيات من الماضي واليوم ما لهم أي معنى بدون الرقميات والذكاء الاصطناعي وال خلينا نقول الاقتصاد الرقمي قاعد يتواكب مع التسوق الرقمي أو التسوق الإلكتروني. طبعاً في ارتفاع بالنسبة للتسوق الإلكتروني، ولكن إذا نقارن خسائر من التسوق الاعتيادي مقارنة بالتسوق الرقمي لا حين ما في توازن، يعني يمكن في ارتفاع 20% في التسوق الإلكتروني لكن الخسائر يمكن 80% أو 70% في الاقتصاد التقليدي. ويجب أن نتعود على كلمة يمكن جديدة نقول الواقع الطبيعي الجديد. يعني هو راح يستمر حتى بعد الجائحة. هذا الكلام. يعني انتهينا من شيء اسمه الطرق التقليدية أو إن فترة زمنية إن الناس بيلجؤون إلى الانترنت والتسوق عبر الانترنت وراح نرجع، لا ما في رجعة، يمكن في تحول بشكل أكبر. احنا كنا نتوقع التحول في مجال التسوق خلال سنتين ثلاث، لكن يمكن كورونا ساعدتنا أو ساعدت يعني هذه بالتحديد أنا كنت بسألك يا دكتور، هل ساعدت هذه الجائحة في التحول بسرعة إلى التسوق الرقمي؟ سرعت في الوتيرة بشكل الخبراء يعني كانوا متوقعين أن احنا بحاجة إلى أكثر فترة. نعم أكثر. نعم عشان ننتقل يعني كل التوقعات كانت يعني ما بين 2025 و30 بكون في طفرة في التجارة الإلكترونية طبعا الرقمية. دكتور لو سمحت تجارة قلت لك ما قلت التسوق. الحين كل الكلمات بالتعريب، احب بالتعريب شو اونلاين شوبينج
او ديجيتال شوبينج بالضبط. يعني اللي هو احنا خدنا الاي من الاجانب أيوة. هم ريحوا روحهم قالوا اي كوميرس اي بزنس وهي الاي عايده الالكترونيك. احنا طولنا في السالفه قلنا الالكترونيكس فزادت يعني سرعت الوتيره اكيد وسرعت ويمكن لحين ما وصلنا للمرحله اللي نتوقع فيها يعني في توجه كامل الى هالشيء. يمكن في المنطقه احنا في البحرين وتيرتنا اسرع من دول اخرى ولكن اذا نروح شرق اسيا في الصين تحديدا او امريكا لا نشوف اشياء التقليديه لا زالت نشطه نشطه لان كونهم عندهم يمكن مليار صحيح. مواطن يمكن تعداد السكان يأثر على الموضوع يعني بالفعل يمكن القاعدة إحنا عندنا بنية تحتية تقنية إيجابية نعم. هي فعلا ساعدت في الانتقال شنو هل تشوف فعلا أن التجار على مختلف نطاقهم يعني سواء كانت مؤسسات صغيرة أو مؤسسات متوسطة هل فعلا من خلال هذا التحدي استطاعت التحول الرقمي سريعا في عرض منتجاتها والاستفادة من التسوق الرقمي؟ دكتورة الفرق أن في شركات أو مؤسسات أو تجار كانوا عندهم نظرة مستقبلية بالنسبة للتحول الرقمي فبدأوا قبل سنة أو سنتين فبالنسبة لهم التحول أو ظروف كورونا ما أثرت عليهم قد ما أثرت على الأشخاص اللي حاولوا يبتدون يعني خلال الفترة ذي على أساس يعملون لهم مثلا منصات أو يعملون لهم بنية تحتية أو يكسبون زباين تدرين يعني هم كان سمعتهم موجودة في السوق أنهم عندهم يمكن 60 أو 70% من التجارة التجزئة عن طريق خاصة التجارة التجزئة يعني بالنسبة لهم هاي شيء مهم فرصة ومنصة فرصة وبدأوا الحين سرعوا في الوتيرة هم بعض يعني يحاولون أن ينافسون الباقي لكن أعتقد بالنسبة لهم هاي صعبة يعني دكتور أنا هنا بس أحب أتوقف عن النقطة اللي هي فعلا توجه الحكومة حتى لدعم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى البيع بالتجزئة حتى اللي على نطاق جدا صغير حيث وفرت الحكومة منصة mall.bh وقالت حق كل مؤسسة تعالي عرضي اللي ما عنده موقع ممكن يدش وزارة التجارة يعني فعلا قامت بدور كبير في هذا الجانب لتسهيل العملية طبعا هاي مثل ما قلت النظرة المستقبلية مع الأسف يمكن مؤسسات كانت عندهم نظرات مختلفة في السابق إن ما كانوا يأخذون بالاعتبار إن التجارة الإلكترونية مستقبل بالنسبة لهم فسوقهم ماشي بالنسبة للتسوق الاعتيادي ويمكن يواصلون لفترة 5 أو 10 سنوات مستقبلية لكن هني اللي فرضت المعادلة ولكن أعتقد الاقتصاد الرقمي بلا شك يكون مثل ما قلنا واقع جديد في المستقبل ولا رجعة أكيد أكيد أكيد, 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 أكيد دكتور كونك خبير اقتصادي في هذا المجال ربما تميل إلى الشركات والقطاع التجاري أكثر ولكن برأيك التسوق الرقمي ربما يؤثر على سلوكيات الفرد يجعله أكثر نهما للشراء فضل تواجد السلع والمنتجات بصورة سهلة جدا أمامك والدفع أسهل راح يكون أعتقد هنا لازم نميز الفرق بين بعض السلع في السلع يمكن تمون لفترة طويلة صحيح. على سوق الاحتياطي يمكن مثل دكتور يعني خاصة في مجتمع هني مثل خلينا نقول شراء سيارات في أمريكا 80% أو 81% بالأحرى يعني دقيق في النسبة النسبة يفضلون أن يشترون سياراتهم عن طريق المواقع الإلكترونية أونلاين وحتى عندهم نظرة أن إذا في شركات عندهم أونلاين إحنا نقدر نبيع سيارتنا عن طريقهم 11 يوم أسرع من 11 يوم هذا حسب الدراسة حسب الدراسة إذا بعد انتقلنا حق تخصصك دكتور مؤشرات تسوق هذه أكبر يعني سرعت من العملية 11 يوم أنت بتوفر من الوقت والجهد وقفة السيارة عندك إذا أنت تفكر تبيعها نعم وأكيد دكتور إذا بعد ننتقل حق تخصصك اللي هو الذكاء الاصطناعي إذا في فيرتشوال تيست وأنا أقدر أشوف السيارة وأدشها أونلاين وأشوفها وأفحصها وأطالع كل شيء فيها شيء كنت بايع فيها شيء يسمونه فيرتشوال رياليتي بالضبط أو واقع الافتراضي افتراضي نعم. أو في واقع المعزز بس نأخذ واقع الافتراضي لأن ذاك يمكن معقد أكثر اليوم واقع الافتراضي خليل
عفواً بالسيارات في كل شيء. كل شيء. إذا اليوم تروحين تشترين سيارة طالعين من برا وتقعدين في السيارة ويل كاستمر سيرفيس ويعطيك كلمتين ويرويك البروشر ويمشي، فتأخذين قرار إيش خلال ربع ساعة نص ساعة بالكثير على بال ما تدورين على كل معرض وكذا يعني وترجعين عندهم. أما الواقع الافتراضي وانت قاعدة في البيت مع الهوليغانز أو النظارات الذكية تقدرين تشوفين كل محل في السيارة بالفعل، من الداشبورد لتحت السيت للإنجن لكل براغي، حتى بتشوفون الإكزوز ما شاء الله. خلنا نأخذ اللي يبنون هالأيام، كنا في سالفة البيوت عقاراتي في العقارات إذا تفرش بيتك تأخذ المدام صحيح، طبعا لازم فرغ كل المعارض محلات الأثاث كلها اليوم تقدر تشتري الأثاث طبعا ما اقول في لو انت تسوي له تطبيق على بيتك حتى على المساحات على البيت طبعاً ال 3 دي البعد الثلاثي ممكن تشوف صحيح. كل حل في البيت في كل زاويه تقيس المقاسات بشكل صحيح. البرلمان السنغافوري عملوا مشروع على اساس يبنون لهم برلمان اعتقد مليار ونص دولار على مدى 3 أو 4 سنوات على اساس يحصلون الموافقه من الوزراء. عملوا لهم الواقع الافتراضي، راوهم البنايه عقب كيف راح تكون ومن الغرف والمساحات، فتموا يعني بايام يدشون في مناقشات ويغيرون لما وصلوا لصيغه معينه. مو انك تبنون مثلا بنايه كامله بالضبط. مليار ونص وبعدين تقولون والله صح ما عاجبني ذي وبكسر الطوفه ادخلها على الطوفه. فالواقع الافتراضي قاعد يدش في كل شيء بالفعل. ايكيا نفسهم اللي تشوفونهم هنا عندهم معارض في امريكا، الشوبينجز كلها عن طريق الفيرتشوال. حتى حتى احنا البنات عندنا تقدر تلبس تشوف اللبس اللون يناسبك ما يناسبك هذه كلها. لا ما تقدر تلبس اللبس، تقدر تشوف اللبس، تقدر لا تشوف اللبس عليك على بشرتك. عليك كلها موجوده، تحط المقاسات وتحط السايز كامل وحتى بالنسبه للمهندسين مهندسين الطيارات يعني هاي قبل كم يوم شفتوا اعتقد الامريكان طياره اول مسألة تجاري وكان في شخصين في على الطيارة طيارة. فبالنسبة لهم طبعا هم ما عندهم أي خلفية وهم الوحيدين اللي موجودين في الطيارة بس عن طريق الواقع المعزز كانوا يقدرون يصلحون الخلل في الطيارة فيساعدهم وفي إرشادات يعني حتى شخص ما عنده أي خبرة في المجال ممكن عن طريق توجيهات عن بعد والواقع الافتراضي ياخذ. دكتور انت يعني قلت ان في امريكا يمكن انتقلوا مباشره الى عمليه الشراء الرقمي والتسوق الرقمي، يعني في المقابل هل ممكن احنا بنستغنى عن مثلا مجمعات تجاريه عن اسواق تجاريه اذا ما تحول الاهالي وتحولت الشعوب الى التسوق الرقمي؟ والله اليوم شوف استاذ حتى التسوق الرقمي انت عندك طريقتين على اساس تستلمون البضاعه، طريقة إنه يرسلون لك على البيت، الطريقة الثانية الاستلام عند المتاجر أو عند المحلات. فلازال بيكونوا موجودين على أساس يمكن لفترات معينة، لكن أعتقد في المستقبل راح نشوف انخفاض في هالمحلات أو يمكن تصغير أحجامهم. المجمعات التجارية بالأحلى. المجمعات التجارية والمحلات يعني في السابق كان هاي شيء من وجهها ان كل ما كبروا في المحل كل ما الزبائن بالضبط انجذبوا للمحل. انجذبوا للمحل صحيح صحيح. دكتور زميلنا حمود الجيب عنده نهم في التسوق الرقمي وعد لنا تقرير بالتاكيد يوضح من خلاله تغير مفهوم التسويق نتيجه الظروف الاستثنائيه. خلينا نتابع معكم هذا التقرير وراجعين لاستكمال حديثنا مع ضيفنا الكريم. انتشار فيروس كورونا في العالم وتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة أجبر مختلف دول العالم على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لهذا الفيروس والحد من انتشاره عبر تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام والتجمعات، وذلك لتعزيز الصحة العامة في المجتمع. هذه الإجراءات التي تم اتخاذها أحدثت تأثيراً كبيراً على الأفراد وذلك في شكل ونمط التسوق بالتوجه نحو منصات ونوافذ البيع الإلكترونية، وهو الأمر الذي أسهم في تنشيط الحركة التجارية على كل المستويات
وأصبحت التجارة الإلكترونية واحدة من الحلول المجدية في زمن كورونا. ومع حاجة الناس لشراء المواد الغذائية أو الإلكترونية أو الملابس وغيرها من المستلزمات الضرورية في هذه الفترة، بات التسوق الإلكتروني هو الحل الأمثل، خصوصاً مع وجود التطبيقات المتخصصة بكل صنف. سوق التجارة الإلكترونية العالمية شهدت انتعاشاً، حيث أدت الإجراءات الصحية التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهة تفشي كورونا إلى تحول المستهلكين إلى الشراء عبر الإنترنت، وبالتالي زيادة المبيعات في المنصات التجارية العالمية وزيادة الطلب على الخدمات الإلكترونية. ويعتبر التسوق الإلكتروني في هذا الوقت وسيلة آمنة وصحية تساعد على التباعد الاجتماعي، مع تأمين توصيل سريع ومضمون للمنتجات والخدمات، إضافة إلى تكاليفه المنخفضة. هذه المرحلة الاستثنائية ستسهم بشكل كبير في تغيير الثقافة الاستهلاكية للناس وكذلك السلوك التسويقي للشركات. أعتقد الموضوع كان وايد مشوق، تحت الهواء دار وايد كلام عن التقرير. صحيح. الدكتور يقول أن الدفع الإلكتروني مو بالضرورة يكون آمن، وهو عنده ملاحظة، وفواز يقول له لا آمن وفي بطايق لها لمتيشن. يلا دكتور، على حسب البنوك اللي تصدر هذه البطايق. غيرت رأيك يا حين. لا أعتقد طبعا مع كثرة استخدام البطايق، وحتى من أطفالنا اليوم يستخدمون بطايق، طبعا تحتاجون شيئين، البطاقة والإيميل. بالضبط. والشيئين غير آمنين، يعني خلينا نقول على الأقل 5%. اليوم فرصة خاصة في ظروف كورونا بالنسبة للهاكرز، المجرمين الإلكترونيين أو السايبر هاكرز أو أمن السيبراني، أن يستفيدون من الوضع ويأخذون إيميلات. طبعا بالنسبه للايميلات ممكن ياخذون ارقام البطاقة او ياخذون امور ثانيه، او حتى بالنسبه للانترنت اذا دشوا على الاي بي ادرس اللي عندك ممكن يستفيدون من كثير من المعلومات اللي عندكم. نعم. طبعا البنوك قاعدين يحذرون الاشخاص مشكورين ان لا تعطون الارقام او تفشون عن البطايق اللي عندكم، دائما في رسائل نصيه قصيره للبنوك. نعم. ايوه، ولكن في طرق ثانيه. أنا شخصياً عندي واحدة من البنات راحت استخدمت البطاقة، ويوم ثانيات اللي تقول لي 150 دينار مشاركة انسحبت على ثلاث أيام. ما شاء الله اليوم تقول لي، فاكتشفنا إن مسوين هاكرز. طبعاً الإجراءات طولت ممكن مدة شهر أو شهر ونص لاسترجاع الموقع، ولكن هاي الشيء وارد. بعد دكتور، في بعض المواقع يطلبون منك حفظ البيانات، يعني يقول لك أنت أنا مو بس أبيك تدخلها مرة، لا أنا راح أحفظ عشان كل مرة تشتري بس مجرد دخل اسمك بيطلع عندنا معلومات. لذلك أنا أنصحهم أن لا يستخدمون بطائق اللي فيها أكثر من 200 دينار. في بطائق يعني مع يستصرون البطاقة الخاصة. أيوة، مثلا 50 دينار 100 دينار خاصا للعملية، وبعدين يسوون فلن أجل. ولكن في حذر يجب يكون لازم اتخاذ الإجراءات. دكتور، كأنك تتكلم عن أيضا في تخوفات من التسوق الرقمي، صح التعبير؟ طبعا في إيجابيات أنت ذكرتها، لكن بعد في تخوفات المقابل. أكيد أنا كنت أتكلم عن جانب الأمني، ولكن في من جوانب أخرى طبعا تأثيره على السوق. واليوم لا تنسون ان يعني في شيء اسمه علامات تجاريه. صحيح. اذا اليوم انا ادش في محل او في مجمع مثل ما ذكرته، ممكن اشوف البضائع، اشوف النوعيه، الكواليتي او الكواليتي الجوده، ولكن عن طريق تسوق عن بعد، تسميه ثانيه اعطيتكم، تبتعد عن الرقم الالكتروني هذا. التسوق عن بعد صار يعني في كل الاحوال، وعدم يمكن تأكد من بعض الشركات من اليوم اللي موجودين بالملايين. يعني في شركات معروفة موثوقة مثل أمازون، علي إكسبرس، علي بابا، ما بسوق لهم، ولكن سوقت وخلص دكتور. في معروفين ذلين والواحد يتمنى لهم، لأن كثير من الناس يستخدمون على مدى اليوم.
أعتقد في شركة منهم كانت عندهم تجربة أن في اليوم الواحد مليار ترانزاكشن صار عندهم عملية مليار عملية تكون في اليوم الواحد. هذه فائدة التسوق الرقمي والإلكتروني، لأن زباينك من كل دول العالم طبعاً قاعد مكانك وتقدر تسوق وتنقل تبي، والشركة قاعدة محلها ما تفتح لها فروع في كل دول العالم لا طبعاً. أي فطبعاً الأيام في مشكلة ثانية برجع للموضوع، مشكلة الطيران. بس نسبياً انحلت تقريباً، ولكنها في تأخير في بعض الأماكن، أو حتى يعني بالنسبة لتوصيلهم داخلياً. صحيح. إحنا في البحرين يمكن ما عندنا هالمشكلة، بس في دول يمكن يوصلونهم مثلاً خلال ساعتين أو ثلاثة، اليوم قاعدين يوصلونهم خلال ثلاثة أو أربعة أيام. يعني ما نحن نتكلم عن المشاكل المرتبطة بالوقت الراهن. صحيح. هل تحس دكتور أن ثقافتنا إحنا سلوكياتنا الاستهلاكية راح تتغير أو عقب هذه الجائحة؟ والله في إحصائيات تقول في المنطقة اللي مستعدين بالنسبة للفئة العمرية ما بين 25 و 36 سنة، فوق كذا يمكن يحصلون صعوبات أو يحتاجون يمكن وقت اللي ما يتأقلمون مع هالشيء. ولكن كنا احنا في الخليج مجتمع شاب بشكل عام، وحتى الكبار في السن قاعدين يتعلمون مع الموبايلز ومع الابس اللي عليهم، فما اعتقد عندنا مشكله. المشكله مو في الثقافه، المشكله في التطبع مع التقنيات الموجوده واللي قاعده تتغير، والثقه بعد في التقنيات الجديده. نعم، لكن الثقه مثل ارجع للموضوع اللي كنت اتكلم عنه، يعني في بعض الشركات الصغيره قاعدين يسوقون بضائع يمكن 50% أرخص من الشركات الكبرى. بالضبط. أو اللي نسويهم براندد لهم علامات تجارية معروفة. علامات تجارية وكذا. فلذلك يجب علينا نكون حذرين في هالموضوع. صحيح. صحيح. دكتور الحين أنا كصاحب شركة وموجود شركتي في العالم الرقمي والافتراضي إن صح التعبير، شلون أقدر أكسب ثقة المستهلك؟ طبعاً أرجع بعد على كلام اللي قلته في البداية، أن الشركات اللي ما بدأت تبتدي اليوم صعب عليهم أن يكسبون الثقة خلال يمكن شهر. بس لازم تبتدي. لازم تبتدي. إيه بس أنت هني لازم تخلي في بالك أنك أنت متأخر وما تقدر تنافس الشركات الرقمية حتى لو كانوا أصغر منك. حتى لو كانت عروضك أفضل. أفضل. أو يمكن شركة كبيرة وصار لك في السوق 60-70 سنة. بس توك متحول رقمي. توك متحول. بس الناس ما قاعد تفكر في التاريخ او في البضاعه او من اي شركه ولا او من اي شركه في صاحب التعبير. تفكر في السعر، تفكر في جوده المنتج، في الجوده الحاليه مو الجوده السابقه. نعم. صحيح. فالماضي بالنسبه للجيل الحالي لا يعني اي شيء. يعني دكتور في جانب مغاير عن التسوق الرقمي، احنا نشوف ان في هذه الفتره في حزمه ماليه ادت الى وقف القروض، فنعرف ان السيوله عند الفرد ارتفعت. هل قمتوا بدراسه في هل هذا الفرد كيف استخدم هذه السيوله؟ في البحرين لا طبعا، احنا يعني اكثر شيء نركز على دراسات عالميه. صحيح. انا كنت اتكلم عن مؤشره التسوق. نعم. عندهم دراسات، ومن ضمن الدراسات عندهم يمكن مليار شخص، يشوفون سلوكيات مليار شخص في العالم ويشوفون نمط التسوق عندهم. فلذلك احنا ما عندنا في البحرين دراسه تاكد يمكن سلوكياتنا. لا يمكن بعد العدد له دور مهم، لان اذا عندك مثلا 50,000 او 100,000 يمكن تحتاجين عدد اكبر. صحيح. من الموظفين. حتى الثقه في الدراسه لما تكون العينه من المليار. نعم. اثق في هذه الدراسه في المليار يغطي ذي كل دول العالم حتى منطقتنا ذي. بالضبط. فلذلك يمكن كثير يطلعون ببعض التكهنات في الموضوع ذي. أنا أكون حذر وأكون صريح أن حتى اللي عندهم هالتكهنات ما عندهم دراسات قوية تثبت هالمؤشرات. صحيح. صحيح. المشكلة اللي قاعدة تصير عالميا اليوم في ظل جائحة كورونا، يعني هل هذه بس إحنا عندنا في الخليج ولا هذه المشكلة أصلا هي موجودة في الدول الأوروبية والقارة الأفريقية وغيرها من القارات؟ عملية التسوق الإلكتروني وعملية عدم وجود زوار للمجمعات التجارية والمحال التجارية. مثل ما تفضلت في البداية، إحنا محظوظين بالبنية التحتية اللي عندنا. صحيح.
والبنية التحتية الموجودة من كذا سنة وطورنا في الموضوع دي. ولكن في دول مع احترامي ما عندهم أي إمكانيات في هالموضوع، وفي دول كثيرة من العالم الثالث سواء في أفريقيا أو في. فهل هاي التأثر عندهم كثير كبير؟ يمكن بالنسبة لهم أكبر صعوبة. قبل كانوا يروحون للمتاجر ويشترون يرجعون، اليوم ما عندهم أي وسيلة. حتى شفنا دول متقدمة جدا، حتى متقدمة حتى في المجال التكنولوجي، في وقت هذا التحدي صار عندها شح في السلع، وما شفنا توجه إلكتروني يغطي هذا الشيء. أنا أوافقش في هالموضوع، مو بشرط التوجه الدول في مجال الرقمي لعلاقة مباشرة بالتسوق الإلكتروني. يمكن مثلا أنا في أحد المقابلات في الصحف الإماراتية قلت لهم أن مثلا الصين وأمريكا عندهم التكنولوجيا والتقنيات صحيح، لكن كانوا يستخدمونهم لأغراض تجارية بحتة فقط. يعني إذا حد يدفع لهم مبلغ معين بيعملون لبحوث أو يعملون لروبوتات يستخدمونه في الشركة، ولكن ما كان عندهم القدرة على أساس يوفرون تقنيات متقدمة في مجال الصحة، لذلك ما قدروا يستخدمونهم. يعني يمكن يطلع الموضوع شوي وأدش في الذكاء الاصطناعي. نعم. الصين متقدمين جدا وأمريكا في الذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم قاعدين يبتدون شلون يستخدمون النمط صحيح، انتشار الذكاء الاصطناعي. نعم. وشلون يقدرون يعلنون عنهم، استخدام التعرف على الوجوه واستكشاف الحالات من بين يمكن مئات الألوف. بس ما وصلوا لهذه التقنية الآن دكتور؟ عندهم التقنية، ولكن على أساس يوصلون للمرحلة اللي يحتاجونها يحتاجون وقت. لذلك أقول لك ما بدأوا، حتى الدول المتقدمة في هالموضوع بدأوا متأخرين. بمن التقنية موجودة بشكل تجاري. أنا خل أرجع لك حق التسوق الرقمي، ودائما يعني أسئلة الجمهور وأسئلة المشاهدين ومتابعتهم دائما على التحول الرقمي. هل كل أنواع المحل التجارية قادر أنها تتحول؟ ولا هي ممكن تكون في عملية البيع الرقمي؟ ولا بعض المحال لا من الصعب أنها تتحول؟ بعض البضاعة من الصعب أنك تبيعها عن طريق البيع يعني الإلكتروني أو الرقمي؟ يعني لحد ما كل المحلات يقدرون يتواصلون مع التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، كل المحلات، لكن بشكل متفاوت. يعني يمكن في شركات 90%، في أماكن 20%. اليوم خلنا نأخذ أكبر شركات في في التجارة الإلكترونية نوعا ما. خلنا نأخذ Airbnb، أكبر شركة طيب فندقة في العالم. نعم. ما عندهم ولا غرفة ولا فندق يملكون، شو يسوون؟ يستأجرون غرف. يستأجرون. نعم. بالضبط. يجون هنا في البحرين، عندهم في البحرين. نفسها نفس أوبر. أوبر أكبر شركة سيارة. يعني مواصلات في العالم. ما تملك سيارة. ما تملك ولا سيارة. نعم. علي بابا نفس الشيء. ما عندهم. ما عندهم شيء. فاليوم يعني نفس الشيء، الطلبات وغيرهم اللي قاعدين يسوقون وما عندهم ولا مطعم. ما عندهم بضاعة، يسوقون لبضاعة غير موجودة. نعم. عندهم أصلاً، ولكن تدر عليهم بالملايين أو المليارات يمكن الحين. رأس مالهم شنو اليوم؟ التقنيات اللي عندهم. بالضبط. والتسوق الرقمي. فلذلك احنا قاعدين نقول يعني في الامارات يوم شروا شركه كريم، بنوا شركه بالعشرات الملايين، وعاده بالمئات الملايين باعهم على الاوبر. بالضبط. لكي يدمجون مع بعض. فهي قصه نجاح بالنسبه لنا في الخليج، شلون نقدر نتواصل حتى طلبات بعد هو بعد مشروع خليجي فعلا. يوم احنا مضطرين نتكلم عنهم ونسوق لهم بعده. لا نقصد لازم نذكرهم كنماذج. بالفعل احنا نذكرهم كنماذج، وبالعكس احنا قاعدين قصص نجاح. لا ودنا دكتورنا بعد توجه رساله حق يعني الشركات الصغيره والمتوسطه بالتحول الرقمي، وايضا الابتكار في هذا الجانب، مو تحول رقمي يعني احط لي منصه واعرض بس، اكيد في اساليب اخرى للتسويق. اليوم يظهرون الشركات الكبرى في امريكا ايش قاعدين يسوون؟ يعني قاعدين ياكلون شركات الصغار او يستولون عليهم. يعني بدل ما يقعدون ينافسون كل يوم شركه صغيره مني وشركه هناك وطالعين لهم ب ابلكيشنز قاعدين ينافسونهم في السوق، فاول ما شافوهم يشترونهم. شركه ما تسوى يمكن مثل ما قلنا 50 مليون يشترونها،
ب 500 مليون طبعاً عندهم قدرة شرائية. صحيح. هم يسكتونهم يستفيدون من عدم المنافسة بالتالي. إيه في البداية عدم المنافسة ويستفيدون من الأفكار اللي عندهم طبعاً. يزيدون إلى الأشياء. خارج الصندوق أفكار جداً جميلة ومبدعة. مثل هاي الأفكار للمشاريع أو قصص نجاح. كشركة أو كمؤسسة ما عندك كل الحلول. صحيح. في ناس ثانيين تستفيد منهم وتحتاج إليهم. أنا ما ودي أن أختم اللقاء مع الدكتور الحقيقي. شكلك أنت عندك نهم تسوق رقمي. والله جداً. لا مو بتسوق رقمي، أفكار جديدة وأفكار مبدعة خاصة بالفعل. لما طرحته بعض قصص النجاح لبعض الشركات الخاصة بالأفراد، ومنها ترى أفراد خليجيين وبحرينيين بدأوا في هذه القصص النجاح. كلمة أخيرة دكتور. والله أنا أشجع الشباب وشركات إن الوقت مو متأخر، بما أن قلنا يمكن أصعب بالنسبة لهم إن يدشون السوق، ولكن شيء لابد منه، وإذا ما قدروا اليوم يواكبون التغير الرقمي بكرة وعقب بكرة بيصير شيء فرض عليهم. شكرا لكم. شكرا شكرا كل شكر لك دكتور جاسم حاجي خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل. شكرا جزيلا لك وحياك. يعطيك العافية دكتور. وأكيد إحنا بعد هذه الحلقة راح يكون لنا تسوق إلكتروني أو بيكون لنا موقع إلكتروني أنا ولولو فوازلولو.com أو .net. فاصل وراجعين مشاهدينا، خلكم معنا. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني. أتواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم. نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني. هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا ايد واحدة. اثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من اجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن ارواحنا بين ايديكم. نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم احنا متواجدين هنا. نسهر عشانكم. نعمل من اجلكم لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة. مشاهدينا، صحافتنا المحلية أكيد لها دور فعال ومهم جداً في التعبير عن آراء المواطنين في كل القضايا اللي تهم حياتهم، وتلعب دور كبير في زيادة الوعي والارتقاء بالمجتمع انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشره عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. بالتأكيد للو، طبعاً الزميل والكاتب الصحفي أو الكاتب الصحفي مهمته أنه يمارس دور الرقيب والراصد ليضع الرأي العام في قلب الحدث. واليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج الكاتب الصحفي الزميل محميد المحميد بعنوان حينما يكون الرقم واحد يساوي 91. خلونا نتابع معاكم ما ذكر في هذا المقال. شخص واحد نقل أثر كورونا إلى نحو 91 شخص، بعضهم من عائلته وبعضهم من المحيطين به في عمله وآخرين من المخالطين لهم كلهم، إذ إن مصاباً واحداً فقط نقل العدوى إلى 33 شخص، وأجلس نحو 58 شخص في الحجر المنزلي. للأسف البعض يخجل أن يقول إنه يشعر بأعراض معينة أو مرض، أو حتى أن يراجع الطبيب أو يذهب إلى المركز الصحي هذه الأيام. وللأسف الشديد كذلك لا يزال البعض يخجل من لبس الكمامة والقفازات، أو لا يعرف الذوق في عملية التخلص منها برميها في القمامة بدلاً من رميها في الطريق العام. كذلك البعض لا يزال لا يهتم بالتباعد الاجتماعي ولا يهتم بالواقع الحالي بخصوص فيروس كورونا. وكذلك البعض لا يزال يستهين باحتياطات النظافة والصابون وغيرها من التعليمات والإرشادات. المسؤولية الفردية أمانة والتزام ديني ووطني، والاستهتار فيها أو التهاون معها
جريمة في حق المجتمع والدولة وعبء ثقيل على أفراد الصفوف الأمامية في فريق البحرين. طبعاً للحديث أكثر عن هذا المقال يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب وزميل الصحفي محميد المحميد. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ومساء الخير الدكتورة لولوة وجميع المستمعين والمشاهدين. يا مرحبا فيك زميل محميد المحميد، مبارك لك يعني تخرج ابنك تركي وتخرج جميع طلباتنا في مختلف المدارس والجامعات أيضاً، ويكفيهم فخر بأن سمو الشيخ ناصر بنقدم لهم التهنئة بمناسبة تخرجهم. الحمد لله، الله يبارك في الجميع إن شاء الله. الزميل محميد، ذكرت في مقالك أن المسؤولية الفردية أمانة والتزام ديني ووطني، والاستهتار فيها أو التهاون معها جريمة في حق المجتمع والدولة وعبء ثقيل على أفراد الصفوف الأمامية في فريق البحرين. يعني كونك كاتب صحفي، لو تحدثنا أكثر عن هذا الجانب. بداية لابد نعرف المسؤولية، شنو هي المسؤولية بالضبط؟ مفردة المسؤولية أن تحمل الشخص بما التزم به، سواء كان طوعا أو كرها، سواء كان بقناعته أو من خلال التزامه بالقانون. وهذا الشيء يعني معروف، حتى يعني الله إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. صحيح. المسؤولية والالتزام يحتاجون إرادة ويحتاجون صبر. المسؤولية مو بأنه في يوم ولا يومين، إنما هي بشكل مستمر ومتواصل، تحتاج صبر وجلد. لازم نؤمن أن الفرد هو جزء من المجتمع. عندنا احنا في الاحاديث اللي نقراها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فما في واحد يقدر يعيش بروحه، ترى الشخص الواحد هو يأثر ايضا في المجموع. عندنا ابسط شيء، إماطة الاذى عن الطريق صدقه. فايضا المسؤوليه الفرديه بما انها ايضا واجب ديني ووطني ايضا فيها اجر، فلا حد يستهين فيها. ما يؤسف له بجانب الجهود اللي تقوم به الدوله والتضحيات اللي مارسها فريق البحرين والجماعة اللي في صفوف الأمامية، عندما مثال بسيط أن واحد نقل وتسبب في عدوى 91 شخص، فالواحد أصبح يساوي 91، فهذه جدا مزعج وجدا يؤلم بسبب استهتار. مثل ما قالوا الجماعة في فريق البحرين في مؤتمرهم الصحفي، الاستهتار يساوي انتشار، ولكن الالتزام يساوي انحسار. حياتنا بعضنا بعض ترى مرتبطة حتى بتصرف شخص واحد، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد ان احنا نلتزم بالثالوث الاساسي اليومي اللي هو التباعد، النظافة ولبس الكمامة. احنا دائما لما نسافر برا نلتزم بالقانون ونستانس ونقول ما شاء الله الدولة الأجنبية ملتزمين ونصير مثلهم، لكن لما نكون في ديارنا شوي يكون ليس الكل، البعض يكون عنده استهتار، ولكن هذا البعض في ظل ظروف جائحة كورونا ترى يأثر على الكل. صحيح. فحياة الفرد الواحد واستهتاره راح يأثر على الكل وللأسف. نعم زميل محميد، يعني بما أن ذكرت البعض وتكلمت بحرقة على هذا الجانب، هل نحن بحاجة إلى سن تشريع قوانين عقابية في هذا الجانب بالتحديد على البعض؟ هو بلا شك القوانين الرادعة راح تخفف من استهتار البعض. صحيح. هناك دول شددت في بعض العقوبات من خلال خطة نشر الأسماء وحتى نشرهم بالصور، اللي ما يلتزم لا بلبس الكمام أو أنه لا يلتزم بالتباعد الاجتماعي. عندنا دول خليجية والكل يتابع والكل يقرأ، تنشر صورهم وساميهم بحيث أن يكونون عبرة للآخرين والكل يلتزم. وأيضا ما تقوم به الدولة من خلال التشريعات الحالية بتشديد الغرامات المالية، وللأسف كل يوم إحنا قاعدين نقرأ أن هناك سواء كانوا من أصحاب محلات أو من أفراد وعدار اللي ما يلتزمون بالكمامات أيضا كثيرين. قد يكون المبلغ الرمزي هو اللي قاعد يشجع، قد يكون قلة التوعية عند بعض الجاليات هو السبب. لابد أن إحنا نتكاتف جميعا في هذه الأمور. أهم شيء إن إحنا ما نستعجل. قد نشوف بعض الدول اللي فتحت مساجد، اللي ابتدوا بفتح صلاة الرياضية وغيرها. ترى كل دولة لها خصوصيتها، كل دولة لها ظروفها. إحنا ولله الحمد في البحرين يقومون الجماعة في فريق البحرين بجهود كبيرة، يعني الواحد يتعب ويتألم لما يشوف إن الأعداد قاعدة تتصاعد. ومثل ما ذكروا في المؤتمر الصحفي الأخير أن أعداد المتأثرين البحرينيين أكثر من الأجانب، معناته أيضا
المجتمع الواعي بدأ يمكن طول الوقت شوي الإرادة والصبر بدأ يقل عنده. لا، الالتزام مسؤولية مجتمعية ومسؤولية حاليا فردية. انتهينا من المرحلة الأولى، احنا الحين في المرحلة الثانية، أساس نبغي نوصل للمرحلة الثالثة وتعود الحياة بشكل طبيعي أكثر. ترى كل واحد يأثر في هالشيء، إما احنا نكون يد واحدة ونبني هذا المجتمع ونعيده إلى حياة طبيعية، أو أن احنا باستهتار شخص واحد ممكن يأثر على المجتمع. صحيح زميل محمد، يعني هل هناك دور مهم في هذه المرحلة بالتحديد للسوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي وبعض من مشاهير السوشيال ميديا إن صح التعبير؟ هناك متابعين لهم بالعدد الكبير، سواء من صغار السن من كبار السن. ربما في السابق كنا يعني نستخدم المدارس لنشر الثقافة والتوعية، هل ممكن نتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير التواصل الاجتماعي؟ لا بلا شك، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا مع البقاء في المنزل أفضل الكل يستخدم وسائل التواصل، خصوصا الهاتف وما فيه من برامج. لا شك أن أصحاب المواقع هذه هم القدوة الآن، هم اللي ينظر لهم، هم اللي يتعاملون مع المواطنين والمقيمين على مدى 24 ساعة وفي خط ساخن من خلال الأخبار. صحيح. أول شيء لابد من بيان القدوة، القدوة حتى في الأخبار حتى في المعلومات، ما نهول ما نشر إشاعات. كان لاحظنا في الفترة الماضية، يمكن أذكرت اليوم أن في بعض المواقع ذكرت بعض الأحداث بعد يمكن بساعتين الجهات الرسمية نفت المعلومات اللي ذكرت في المواقع الرسمية، عفوا المواقع التواصل. لابد أن نبين الأمور الإيجابية ونبرزها أكثر، ونبين الأمور السلبية ونحاربها. لابد من بث الطاقة الإيجابية والنماذج الإيجابية في هذا الوطن. لابد أن احنا نخلق الثقافة هذه تكون موجودة عندنا حتى بين أطفالنا بين مجتمعنا، لما نرصد شيء خطأ ننبه عليه الكل يشارك فيه. بلا شك. الكاتب الصحفي زميل محمد المحميد، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا. لكثير منا يسمع مصطلحات طبية ويمكن أغلبنا يجهل معناها. فريق إعداد مجتمع واعي خصصوا لنا فقرة سموها المصطلحات الطبية، وكل يوم بيرد علينا إن شاء الله طبيب متخصص وراح يشرح لنا أحد هذه المصطلحات. طبعا لولو فريق الإعداد تواصل عبر سكايب مع الدكتور نذير عبيدات، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بالمملكة الأردنية الهاشمية، طبعا اللي راح يشرح لنا معنى مصطلح الكبت. خلونا نتابع معاكم. الكبت هو استراتيجية تتخذها معينة في العالم للسيطرة على الجائحة أو الوباء، تمثل ذلك بإجراءات مشددة عادة ما تكون من أجل وقف انتشار المرض بسرعة، وبأن تكون أعداد المصابين بأقل ما يمكن، وبحد الأدنى باتخاذ إجراءات مشددة، وعادة ما يكون هناك نجاح في السيطرة على الوباء، وعادة ما يكون هناك يعني أعداد قليلة من المصابين بسبب الكب والسيطرة بعدة طرق ممكنة تقوم فيها الدول والمؤسسات الصحية، وهذا يستعمل في الوباء بشكل والجائحة عندما تكون موجودة في بلد معين من خلال إجراءات مشددة من شأنها أن تكون الإصابات بالحد الأدنى الممكن. كل شكر وتقدير لك الدكتور نذير عبيدات. وبعيداً عن الكبت، إلى اللقطات الجميلة لمملكتنا الحبيبة بحريننا اللي ذكرناها مساعة، في جانب آخر نذكرها بحريننا اللي هي داخل القلب، اللي هي مطبوعة داخل قلبنا. بحريننا في عيوننا. في الله الله مع الورد ما شاء الله عليك لولو. بحريننا في عيوننا، وبالتأكيد البحرين دائماً وأبداً في عيوننا. خلينا نشوف معاكم هذه اللقطات وراجعين لكم بالتأكيد في مجتمع واعي. بحرين بحرين، الله يا البحرين.
هناك العديد من الشركات اللي غيرت من أساليب عملها أيضاً وأساليب الترويج والتسويق
وبعد من نوعية الخدمات وآلية التعامل المباشر مع الزبائن والعديد من المعايير المهمة خصوصا في هذا الوقت. بالضبط للوى، يعني بعضهم غيروا نشاطهم وتغيرت استراتيجياتهم بشكل كامل من أجل التعايش والتفاعل مع جائحة كورونا. طبعا هذا الشيء مهم أن التاجر يكون مرن في التأقلم مع الأزمات. بالفعل كلمة مرن، هذه المرونة مهمة جدا وخصوصا في ريادة الأعمال. معانا الحين رائد الأعمال محمد المحرقي من شركة ترتيب، نرحب فيك عبر سكايب، ويا ليت لو تكلمنا أكثر عن أهمية التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الجائحة، جائحة كورونا. تفضل. مساكم الله بالنور، يعطيكم العافية، مشكورين على الاستضافة، وطبعا عندكم مساء وعندنا للحين شمس ما غابت. بشكل سريع اليوم خلينا نقول ديجيتال ماركتينج أثبت أهميته، وأثبت إن إحنا شكثر اليوم محتاجين الديجيتال ماركتينج في الحياة. أتوقع يمكن العالم محتاج إنه يصير فيه ظرف مثل هاي الظروف عشان ينتقل من مرحلة نقول الأوفلاين إلى الأونلاين in terms of marketing وتسويق وغيره. شفنا اليوم شركات كثير في البحرين تحولت وتأقلمت بشكل سريع على مسألة الأونلاين digital marketing أو حتى e-commerce business بشكل عام in terms of مشاريع تسويقية، مثلاً طلبات أكل ودندري وغيره ونيمت من businesses اليوم قامت في البحرين وتطورت وكبرت الماركت شير مالها في السوق بحكم انه اضطروا يتجهون الى الديجيتال. حتى لو كان في تليفون تتصل بيبقى ان انت تختار من منيو اونلاين احسن ما تروح تتصل وتسال بالايتم. بشكل سريع يمكن العالم كله تغير وتحول هالشيء، اسواق الاسهم كلها اولموست طاحت ما عدا الديجيتال بلاتفورمز فيسبوك وامازون وغيرهم، شفنا اليوم قفزات تاريخيه في التسويق وفي مبالغ الريفينيو مالتهم، كل اليوم قاعد يتجه الى هالشيء. اتوقع هاي يمكن خطوه لنا كلنا ان احنا نصحح مساراتنا في مساله التسويق الالكتروني او حتى مساله ان احنا شلون نعرض البرودكت مالتنا. يمكن نحتاج ننتقل الى المرحلة الجديدة انتقال سريع عشان نواكب الماركت العالمي والمحلي. وايد بنوك وشركات المفروض اليوم يفنون على هالمسألة. شفنا بنوك كبيرة اليوم في البحرين موجودة أو في العالم تجهت فولي 100% إلى الإيكوموس بزنس أو الخلق الديجيتال بزنس بشكل كبير. أظن هاي مرحلة مهمة أن الكل يقتنع يوصل لها، وهاي فرصة اليوم ياتهم إذا ما استقلوها توقع ما راح يستقلون فرص ثانية فيهم يعني. فكم نعرف يعني شيء. محمد المحرقي رائد أعمال، شكرا جزيلا لك. بالتأكيد للو أعتقد محمد المحرقي طرح نقاط جدا مهمة، أن في هذا الوقت بالتحديد إذا أنت ما تحولت للتجارة الإلكترونية أو التجارة الرقمية عشان ما يزعلين الدكتور معنا قبل شوي حاجي، فلابد أنك تتحول اليوم بالفعل. لابد أن أنت تكسب زباين جدد من البحرين بس، مو من داخل بلد بس، من كل دول العالم. حواش يقول حق محمد المحرقي الله يشفي الوالد وهو متواجد خارج البحرين عشان شي نشوف إحنا النهار عنده، فهو موجود خارج البحرين لغرض العلاج. الله يشافيه إن شاء الله ويرجعون سالمين غانمين يا رب. وفعلا الكلام اللي قاله جدا مهم، وأيضا المرونة اللي أنت أشرت لها، هذه هي المرونة. صحيح. المرونة أن صاحب العمل يغير بتغير الحاجة حق السوق. السوق مو ثابت يا فواز، مو بس بسبب الجائحة، أمور كثيرة قاعدة تتغير، والدليل أن مملكة البحرين كانت سباقة في عرض السجل الافتراضي. كنا ندري أن راح يصير في انتقال للبزنس مو بسبب الجائحة بس، بسبب حتى أن إحنا سلوكنا وعاداتنا الاستهلاكية تغيرت، وصار فعلا الفرد يفضل انه يشوف المنيو اونلاين، انه يطلب اونلاين، عنده اسهل هذه في التعامل. صحيح. ففعلا صحيح. هذا الكلام جدا سليم. نقطه جدا مهمه طرحتيها بالنسبه للتحول للسجل الافتراضي، يعني هذا الجزء من عمليه السجلات الافتراضيه كانك انت قاعد تستشرف المستقبل، وخصصت الوزارات المعنيه من خلال وزاره التجاره والصناعه وغيرها من الوزارات المعنيه باصدار السجلات مكاتب خاصه وموظفين خاصين للتعاون في تقديم المشورات في افتتاح السجلات الافتراضية، اللي ممكن من خلالها الواحد يبتدي عملية التسويق ويبتدي عملية البيع من خلال عدم وجود أصلا مكتب خاص ولا محل خاص ولا تجارة معينة داخل البحرين ولا حتى خارجها. عموما ننتقل إلى موضوع آخر للو معاك. أكيد، وفي نفس السياق الإعلانات الإلكترونية بكل أنواعها اللي تم نشرها على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لسلعة أو منتج ما وإيصالها لأكبر شريحة ممكنة، صارت هي الشيء أساسي في هذه الفترة، خصوصا في
بظل وجود جائحة كورونا. بالضبط لولو، يعني طبعا ما حد يقدر يستغني عن الإعلانات، وخصوصا في السوشيال ميديا، وبالتحديد هالفترة اللي الكل بيكون فيها في البيت ويقضي وقت أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي وقاعد يتصفح هذه المواقع. راح نتكلم أكثر اليوم عن الإعلانات وتقبل الناس لها، والكثير من الأسئلة اللي ممكن تكون في بال المشاهد. أكيد يا فواز. وتنضم لنا عبر السكايب الأستاذة فرح ربيعة، رئيسة قسم الحملات الإعلانية والاستحواذ في بنك إلى. مساك الله بالخير أستاذة فرح، ولو تكلمينا ما هو الدافع اللي خلاكم فعلا تركزون جهودكم في التسويق على منصات مواقع التواصل الاجتماعي؟ الله يمسيكم بالنور والسرور، ومشكورين على الاستضافة. طبعاً إحنا كنا بنك إلكتروني 100%، بنك إلى خدماته كلها متواجدة إلكترونياً، سواء كانت فتح الحساب أو تحويل الأموال أو حتى التحكم الكامل في البطاقة البنكية، كل هالخدمات موجودة إلكترونياً. فهالشيء ساعدنا إن إحنا نتجه للتسويق الإلكتروني، خصوصاً في ظل أزمة كورونا الحالية، لأن إحنا قاعدين نسهل حياة المواطن ونبقيه بأمان في البيت بدون الحاجة إنه هو يروح حق أي فرع أو يملي أي أوراق ويقدر يخلص كل أموره من خلال التطبيق. بالتأكيد فرح، يعني تطرقتي حق موضوع مهم، وإحنا بنتطرق حق موضوع آخر مهم، يعني شنو الأدوات والاستراتيجيات اللي استخدمتوها في التسوق الإلكتروني؟ بالتأكيد في جوانب مهمة جدا في عملية التسويق الإلكتروني، وفي مواد أكيد تعتمدون عليها في عملية التسويق. طبعاً سؤال وايد حلو. التسويق الإلكتروني اتجهنا إلى قنوات مختلفة على السوشيال ميديا، من إنستغرام، يوتيوب، فيسبوك أو حتى تويتر، وحطينا وضفنا استراتيجيات مختلفة حق كل قناة بناء على الشريحة العمرية الموجودة في هاي القناة، بناء على اللغة المستخدمة أو حتى المادة الإعلانية اللي احنا نحطها، سواء كانت صورة أو فيديو أو صوت ما يتناسب مع اهتمامات الزباين الموجودين على هاي القنوات. هو الحلو في التسويق الإلكتروني انك ممكن توصل حق كمية كبيرة من الزباين، خصوصا اذا كانوا هما اهتماماتهم إلكترونية ومتواجدين في قنوات التواصل الاجتماعي اللي قاعد تعلن عليها. فإذا وظفت الإعلان الصحيح في المكان الصحيح للمشاهد، ممكن أنك توصل من خلال التسويق الإلكتروني حق أي مواطن أو مقيم في البحرين من خلال إعلانك، وتقدر تقيس كمية التفاعل اللي قاعد تحصلها مع هالإعلان. هاي الشيء أنا اللي عندي هو اللي يميز التسويق الإلكتروني عن التسويق التقليدي، إنك تقدر تقيس كمية التفاعل وعندك مرونة في التحكم في المادة الإعلانية والجمهور اللي حاب تعلنه. يعني إذا الاستراتيجية مالتك ما نجحت اليوم، ممكن تعدل عليها وتطرحها بطريقة ثانية أو تغير عليها، وتشوف كمية التفاعل مع الاستراتيجية الثانية إلى أن توصل حق الاستراتيجية المناسبة حق المنتج أو الخدمة اللي أنت حاب تنشرها. وبعد شيء ثاني في قنوات التواصل الاجتماعي، إن هي ما استخدمناها فقط كوسيلة لأن احنا ننشر الوعي عن خدماتنا أو إعلاناتنا، لكن أيضا كوسيلة لاستقبال مقترحات زبائننا عن إن احنا شلون ممكن نحسن خدماتنا بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية. وأظن أفضل مثال ممكن أقوله إن خلال شهر رمضان المبارك وصلنا مقترح كثير من زبائننا كانوا حابين يدفعون زكاتهم إلكترونيا، خصوصا في ظل أزمة كورونا وهم قاعدين في البيت بدون ما يطلعون من البيت. وخذنا المقترح درسناه وقدرنا ننفذه في خلال شهر رمضان، والحمد لله لاقى نجاح كبير جدا. وبعد إذا بتلاحظون حتى الأسلوب المستخدم في قنوات التواصل الاجتماعي أسلوب غير رسمي، أسلوب بحريني بحت، إن إحنا اهتماماتنا نفس اهتمامات المجتمع البحريني، حابين نتواصل معاهم، حابين نسمع منهم، ودعاياتنا حتى تتواصل معاهم بطريقة تدش القلب مثل ما تقول. فحتى في الأسابيع الماضية ممكن تكونوا سمعتوا ونحن طرحنا
أول برنامج تدريبي صيفي للطلبة في البحرين إلكتروني على قنواتنا التواصل الاجتماعي، ولقينا يعني كمية أبليكيشنز للالتحاق بالبنك، الالتحاق بهاي التدريب كبيرة جدا صراحة، فاقت توقعاتنا، وهذه مثال جيد جدا للتسويق الإلكتروني شلون أنه نجح وأدى النتيجة المطلوبة وأكثر منها. كل شكر لك فرح ربيعة رئيسة قسم الحملات الإعلانية والاستحواذ في بنك إلى، شكرا جزيلا لك. وبالفعل يعني استاذة فرح طرحت موضوع جدا مهم، ما في أحد يقدر ينكر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت. طبعا اليوم حتى التسويق الإلكتروني خلى معانا الإعلانات تكون إلكترونية، بالتالي يعني يمكن نستغني في المستقبل عن اليافطات الإعلانية اللي نشوفها في الشوارع، أو حتى لو ما استغنينا يعني أنا مثل الجريدة والكتاب ممكن نحن ما نستغني عنها ولا نستغني عن الراديو، لكن يطلع لنا أمور جديدة لازم أن احنا نستخدمها، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. ففعلا الإعلانات جدا مؤثرة اللي في وسائل التواصل الاجتماعي، جمهور كبير من مملكة البحرين يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط بانتظام ويتأثر بها، وأنا واحدة منهم وأعترف. أيضا استخدام نفس ما تفضلت قالت اللغة فيه سهلة، وأيضا تقدر تقيس ردة الفعل. والله أنا يعني لولو بقطع كلامك، ما قطع كلامك إلا بالخير، أنا يعني معجب جدا بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات الخاصة الإلكترونية اللي موجودة على الساحة اللي هي تتبعك أنت، تشوفك أنت شنو اهتماماتك. نعم. أنت مثلا اهتماماتك اليوم في عملية الميك اب، مثلا في عملية التسوق للملابس، عارف الهيستوري مالك، فهي تعرض لك الإعلانات الخاصة بهذا المجال. هذا الذكاء الاصطناعي هذا اللي مخوفنا. بالضبط بالضبط، يعني هذا المجال اللي حببك أيضا في السوشيال ميديا، ليش؟ لأنه عارف أنت شنو تحب، يشوف أنت وين دخلت في مواقع تتسوق عن شنو، تتابع شنو ويشوف شنو، فيعطيك هذه الإعلانات بالتحديد مباشرة لك. فأنت كصاحب تجارة أو صاحب شركة أو صاحب مؤسسة فتعلن عندهم وبأسعار زهيدة جدا، أكيد وبيوصل إعلانك كل العالم لملايين بالفعل من المتابعين والمشاهدين وغيرها من متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الذكاء اللي نتكلم عنه، وهذه الطريقة اللي نتمنى الكل يتجه نحوها لولو. أكيد بلا شك. هل نطلع فاصل ونرجع نواصل معكم؟ تجنبوا مخالطة الآخرين، يعني لازم تكونون معزولين في البيت في غرفة بروحكم. هاي أنا لمو بهلون الله يحفظك، إحنا ما اتفقنا، الحجر المنزلي يعني حجر صج بروحك في الحجرة، وما كل شيء كل من داش عليك هاي ما يصير، خاصة ياهال بنتك هذه، يعني فكرت ممكن تعادينها الله يحفظك، مو بزين. وإذا كلش كلش مضطرة من بعيد حطي كمامة وخلي حد يفهمها، ترى نايلة مريضة هالأيام ما احتاج حد يشوفها. أبو سعود وينك؟ عيست وأنا نطرك، وايد تأخرت. أبو سعود ترى العشاء بارز وأنا مطرقع من اليوة، خف روحك. شلون تحن يحطونك في الحجر؟ يقول لك قاعد بروحك وما تروح حق لوادب، تروح تجيبهم عندك في البيت. قلبتها ميلس؟ لا الله يحفظك، الحجر يعني أنت بروحك في الحجرة، ما تعاشر ما تخالط لوادم ولا شخالتها الحجر ذي، بروحك تذكر الله يسلمك. الحمد لله خلصت أكلي. أهم شي في الحجر المنزلي تتأكد أنك تأكل في صحن بروحك وتغسل صحنك بنفسك وتحرص أن ما حد يأكل من الصحن اللي أكلت منه، سمعتني؟ لازم تتأكدون أن الشراشف والمناشف اللي تستعملونها تكون استخدام شخصي، ما حد يستخدمها غيركم. ولازم تعرفون أن استخدام دورات المياه الله يعزكم لازم يكون استخدام خاص بك، يعني ما حد يستخدمها غيرك. وإذا كان لابد من المشاركة في استخدام دورة المياه، خلك آخر واحد في استخدامه علشان سلامتك وسلامة غيرك. لا يبون بهاللون الله يحفظك.
من أهم طرق انتشار العدوى هو الإعطاس والكحة، وإذا عطست وكحيت حطك الكلينكس مو تقطة كذي هددها اللون، حطه في سلة المهملات الله يسلمك تخلص منه بطريقة صحيحة، روح اغسل يدك وعقمها مثل ما بتشوفها الحين. لا تنسون تعقمون الأسطح اللي تلامسونها مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، ومثل ما قال الدكتور لا تنسون تلبسون الكمامات والقفازات. إذا ظهرت عليكم أعراض حرارة أو كحة اتصلوا على الخط الساخن 444 علشان تأخذون الرعاية اللازمة لسلامتكم وسلامة الآخرين. نرجو منكم اتخاذ هاي الإجراءات البسيطة أثناء الحجر المنزلي، وما عليكم للعافية إن شاء الله. كلنا معا ضد فيروس الكورونا، كلنا فريق البحرين. يعني الإعلان اللي طلع من شوي خلانا أنا وزميلي فواز نتكلم عن موضوع جدا مهم. هل تنحرج إذا حد مد لك يدك في هذا الوقت أو مد يده في هذا الوقت إن ترفض مصافحته فواز؟ بالضبط، المفروض إن ما فيها إحراج في هالسالفة. في جائحة منتشرة في العالم كله، أسلم عليه من بعيد، وحتى لو مد يده أقول الله يجزك خير وسلامك واصل، لكن اسمح لي حفاظا على صحتك وصحتي. حتى إذا كبير يعني كبير مقام، يعني مثلا يد يعني أنا ساعات حبي على رأسه. مو هذا المشكلة، الكورونا ما يعرف الرأس. هذه المشكلة، بعضهم يزعلون يعني شلون ما تخلي مثلا ولدك يسلم، ايش دعوة، ترى احنا خايفين عليكم، ترى احنا هذه إجراءات لازم نتبعها. وأعتقد مثل ما قال أبو تركي ما فيها إحراج، ما فيها إحراج، هذه صحة أحراج. الجميع، صحة أسرتك، عيالك، صحة أسرته هو. إذا ولا أحد يطق عليك الباب وزايرك سلم عليه من بعيد، لولو أنت تبي تقفلينها علي اليوم يعني يبغى قفلها علي، لأن هذه الممارسات قاعدين نسمعها إنه قاعدة تتكرر. يعني كثير من الناس يقول أنا والله ما أطلع، لكن هو يعني ما استقبله في بيتي. تستقبله في بيتك، تحمل نتيجة اللي راح يصير. بالضبط، وترى قالها أستاذ محمد المحمد، واحد يسوي 91. بالضبط، يعني أنا بعد تطرقنا حق هالموضوع بناء على قصة معينة. واحد من الأخوان يقول أنا كنت واقف أتقضى حاجاتي من السيارة، فياني واحد وحب يسلم علي، يعني أنا انحرجت ومديت يدي له، وصح عقبها عقمت يدي وكل شيء، لكن عقب أسبوع اتضح أن هذا الشخص اللي سلم علي أصيب بالكورونا، بعيد الشر عنكم وعن السامعين، وأصيب في عائلته كلها. فأنا على طول مباشرة اضطريت أن أجري عمليات الفحص، والحمد لله اتضح أنه ما عندي، لأن أنا قاعد أطبق إرشادات وتعليمات السلامة الخاصة من الفريق الطبي الوطني البحريني. نعم، ومثل هذه القصة تكررت مع أحد المشاهير، بس هي الشخصة سلمت وفعلا هي أصيبت، طبعا هي في مملكة البحرين، هذه في دولة شقيقة، لكن احنا نقول عشان سلامتك ما فيها إحراج. يعني احنا نتمنى حتى اللي قاعدين يسمعونا ما فيها إحراج. زيارات يعني شبه معدومة لازم تكون، صح، وإذا صارت تصير على نطاق صغير، وايضا يتم فيه مراعاه هذه الامور الاحترازيه. ما نبي نطلع من موضوعنا اليوم أبد. اكيد الشركات والتسويق الرقمي والتسوق الرقمي امور مهمه، واكيد الشركات خلال فتره كورونا تراجع العمل عندهم بسبب ان الطلب قل على منتجاتهم خلال فتره الاجراءات الاحترازيه، لكن في شركات فعلا زار الطلب عليهم، وبعد مو بزاد زار الضغط بعد عليهم. طبعا هذا الوضع اللي احنا نمر فيه وضع غير طبيعي، وضع يتطلب من الجميع انه يتاقلم ويغير من اساليبه حتى في التعامل. بالفعل، نتواصل معاكم مشاهدينا من خلال هذه الفقره، وينضم لنا عبر سكايب ايضا استاذ حسن ابراهيم المدير العام لشركه جاست كلين. يا هلا ويا مرحبا فيك استاذ حسن، لو تقول لنا هل اختلفت عندكم طريقه التسويق عن قبل؟
مسيكم بالنور يا اخوان وشكرا على الاستضافه. طبعا الميزه الرئيسيه للتسويق الالكتروني ان بالحقيقه ما تحتاج تواصل وجه لوجه. فان قابل القياس بشكل جدا اساسي وسهل. ممكن لاي مسوق بشكل سهل يعني يحسب العائدات اللي قاعد تجيك ار او اي. الار او اي والانشطه اللي قاعد تجذب العدد كبير من الزباين الى الخدمه اللي يقدمها. الميزه اللي فيها ان هي ممكن توصل لشريحه جدا كبيره وما تحتاج ان تكون وجه لوجه. هذا اولا. طبعا الاختلاف اللي صار لاي شركه اونلاين راح يكون جدا قليل. كشركتنا كشركه جيسي كليم التاثير كان جدا قليل لسبب ان احنا استراتيجيتنا اصلا بانينها على اساس شركه ان تكون تصب الاونلاين اكثر. يعني خلينا نقول حطيت حصه ما بين الاونلاين والاوفلاين راح اقول لك حاط تقريبا للاونلاين ازيد من 70% واقل من 30% راح يكون حق الاوفلاين. فهذا اللي صار ان احنا تاثيرنا كان جدا اقل من غير من الشركات اللي خلينا نقول اللي تستخدم دائما خلينا نقول التسويق التقليدي بشكل عام في الدعايه والتسويق. صحيح حسن، خليك معنا برجع لك، لكن انا بوضح نقطه مهمه جدا تطرق لها اخونا حسن لولو في هذا السؤال بالتحديد وفي اجابته بالتحديد. يعني اليوم المفروض ان البضاعه الاونلاين تكون ارخص من اللي موجوده في المحل. ليش؟ لان انا ما عندي تكلفه. نعم. ما عندي ايجار، ما عندي كهرباء، ما عندي موظفين موجودين. بالفعل. انا بسوق الكترونيا. بالفعل اعتقد هذا التاجر الذكي لازم ياخذ بهذه النصيحه. بالضبط. اذا انت ما عندك تدفع ايجار ولا تدفع كهرباء ولا تدفع امور بلديه وما الى ذلك من مصاريف، ولا عندك عماله، او يمكن يكون عندك عماله بس الشغلون اونلاين، يعني فاكيد نفقاتك بتكون اقل. أكيد. فلازم سعر ينعكس على سعر الخدمه وايضا جودتها، وحتى تسويقك بيكون اقل. ما ادري حسن تتفق معي ولا لا، شلون قبل الناس او قبول الناس لافكار الترويج والحملات الاعلانيه اللي تستخدمونها؟ احنا بشكل طبعا دوري او خلينا نقول على نقسمها لشهري، نصف بالماركتينج بطرق مختلفه. طبعا طرق الترويج اللي قاعد نستخدمها كحملات اعلانيه نعتبرها مثل ما تقول يعني شيء شلون في وصله حق الزبون بشكل جدا لطيف وحلو. بنتبع كل شهر استراتيجي او خلينا نقول كامبين وحمله اعلانيه جاهزه نجهز لها قبل وقت معين. عاده تتضمن اشياء وايد، منها مثلا البوش نوتيفيكيشن، الايميلز، جوجل ادز، النتورك، فيسبوك، سوشيال ميديا، ان كان انستغرام، كان سناب شات. فاكثر الصف اللي قاعد نصرفه يكون دائما عن طريق الاونلاين. طريقة تقبل الناس حق الفكرة هي تعتمد طبعا على طريقة الكامبين وشطارتك فيه. فمثلا انت ما يصير يعني في سيجمنت مختلف، خلينا نقول في ناس تحب مثلا التخفيض المعين، في ناس لا تحب انه مثلا تعطيها خدمة زيادة مجانية. فانت لازم تسوي كاتيجورايز على كل زبون موجود عندك بالتطبيق، او انه خلينا نقول استخدم التطبيق كأول مرة او بعد ما استخدم التطبيق وتفهم شنو نوعية الزبون اللي انت المفروض تستحوذ عليه ان يدخل عندك التطبيق. طبعا طبيعة الحال مع الظروف اللي صارت مع كورونا خلت اصلا الاستحواذ بشكل عام في الاونلاين شيء جدا اسهل من قبل، والسبب وراء ان الزبون صار اصلا يدور على الاوبشن شلون اقدر استخدم او شو وانا الاقي مثلا الخدمات اللي تساعدني، كان موضوع اللوجيستيكين، كان موضوع الجروسري، كان موضوع الاكل، كان موضوع اي موضوع خلينا نقول يحبه الزبون او يسعى انه ياخذه. فالاكوزيشن بشكل عام اللي هو الاستحواذ على الزبون قل سعره مقارنه بقبل ايام او قبل ما تكون عندنا كورونا. هذه نتيجة طبعا ان الزبون ما لقى اصلا شيء ثاني غير انه يعني انه يلغي انه يطلب منه غير انه موجود الاونلاين. يعطيك العافية حسن ابراهيم المدير العام لشركة جست كلين، كل الشكر والتقدير لك، والله يوفقكم في تجارتكم الرقمية والالكترونية وفي هذا الموضوع بالتحديد في عملية التسويق. انا من ساعة كان في بالي ونسيته وحين تذكرت مرة ثانية لما ذكر حسن موضوع التسويق. اي نعم. اليوم بعد ما خلص شهر رمضان ومع مسلسلاته والدراما سواء الخليجية البحرينية بالتحديد، المستنسين عندنا دراما بحرينية في هذا السنة إن شاء الله تستمر ولا توقف. رب العالمين آمين. عندنا مدينة إعلامية وقرية جميلة جدا من أجمل القرى الإعلامية اللي موجودة في العالم، ما بقول بس في الخليج، لأنها تحتضن تراثنا الجميل، معالم جميلة من البحرين الجميلة، فيها أول مدرسة نظامية في الخليج مدرسة الهداية، فيها الشارع التجاري في البحرين اللي فيها باب البحرين، وفيها معالم جميلة جدا مسجد الخميس وغيرها من المعالم والبيوتات التراثية اللي نعتز فيها اللي تربينا فيها وتربوا فيها أبهاتنا
واجدادنا. الحين برجع بانس النقطه اللي بقولها له بالضبط لا تنسى عن التسويق الالكتروني. بالضبط قلنا كنا نتكلم عن المسلسلات الدراميه اللي خاصه تكثر مشاهدتها ومتابعتها في شهر رمضان المبارك. البعض استغل هذه المسلسلات وخذ مقاطع منها وعمل دوبلاج سواء مع عياله مع اخوانه، قام يسوق لبعض البضاعه اللي ممكن يبيعها عن طريق هذه الدوبلاج، ياخذ بعض المقاطع الجميله جدا من هذه المسلسلات واللي لاقت صدى عند المشاهد. نعم. ياخذها ويحرك لسانه عليها ونفس التصرفات يسويها ويحط عرض للمنتج ويحصل تاثير إيه. نعم. جدا متابعين كثار يتابعونه وتعليقات جميله نشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا اروع من هذا. هذه هو اللي مطلوب يعني الجميل جدا ان من وراء هذا التحدي اللي احنا قاعدين نعيشه ان نتعلم دروس مستفاده. احنا كلنا لازم نقعد قعده كذي ونقول انا شنو تعلمت، حتى يعني مثل ما قلنا في اكيد بعض المؤسسات تاثرت تاثر سلبي، بعضها تاثر ايجابي. صحيح. للامانه. لكن يعني عقب ما تنتهي ان شاء الله هذه الجائحه، هل بترجع تبيع بطريقتك التقليديه؟ هل بترجع حق امورك الطبيعيه؟ هل راح يكون طريقه التسويق عندك موضوع نفس قبل او لا راح تغير؟ راح تستخدم امور ابتكاريه اكثر؟ راح تستخدم وسائط الكترونيه حديثه؟ هذه كل الموضوع اكيد يرجع لك انت يا تاجر يلي فعلا تبي تكتسح السوق. اي بالضبط، يعني خاصه اليوم لما الواحد يطلع المجال مفتوح لانه يطلع المواقع الالكترونيه والحسابات الشخصيه وغيرها سواء فيسبوك الانستغرام التويتر وغيرها من الحسابات والمواقع والتطبيقات الإلكترونية تخليك أنت تطلع على تجارب العالم وتجارب الآخرين. قبل نقول أنت حاول تفكر خارج الصندوق، اليوم ما يحتاج تفكر خارج الصندوق، في ناس مفكرين وجاهزين ومعطينك تجاربهم. بالفعل شيل الصندوق كامل ووحدة حذوها وما شاء الله فالكم التوفيق يا رب. هذا الجانب الإيجابي من مواقع التواصل الاجتماعي، احنا نقول فيها إشاعات وفيها يعني أمور ثانية احنا ما نحبذها، لكن فيها الصالح اللي لازم نتابعه، فيها الأمور الجيدة الممتازة اللي ممكن أنت تستفيد منها. نعم. إذا حتى لو ما كنت صاحب عمل، حتى كرب أسرة. نعم. تفيد عيالك من خلالها. بالفعل حتى على مستوى الأسر المنتجة نشوف أن استخدامهم إيجابي جدا. بالضبط. للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشوف أن حساباتهم جميلة ويحطون يعرضون صور من منتجاتهم جميلة جدا، وفي سهولة في التواصل معهم، وأيضا نشطوا عندنا حركة التوصيل هذين الأشخاص اللي فعلا يسوقون. هذه كلها من الأمور اللي فعلا نعول عليها أن هي تستمر وتصل لنا الخدمة لبابنا وتصل لنا البضاعة ليه عندنا لبابي. والله الكلام لما يقول لك يجر بعضه يجر بعضه بالتحديد، يعني لما قالت لولو الأسر المنتجة، الأسر المنتجة رجعتنا حتى حق الأكلات اللي افتقدناها في البيت، يعني لما نقول مجبوس دياي ولا مجبوس هامور، لا في برابيان في موش، هذه افتقدناها. من يطبخ؟ تطبخين مرابيان ولا موش؟ لا والله. أنا راح عني الأسر. لا ما، ومو بس كذي، حتى قاموا يبتكرون في الطبخ. ما رديتي على السؤال. لا ما أطبخ يا فواز. بس هذه حبيت المعلومة وصلها. ما أطبخ برابيان. أوكي بس تطبخين شيء ثاني. أكيد أطبخ شيء ثاني، لكن حتى نشوف أن الابتكار أيضا إذا رجعنا حق هذه الأكلات أنه صار في تطوير لها. صح. وفعلا وفي ناس ما شاء الله عليهم الله وفقهم، ومن اكونت صغير صارت عندهم محلات، والمحلات جابت محلات، وصار الاسم اسم تجاري على الاقل معروف على مستوى البحرين وعلى مستوى الخليج. والله عندنا احد الاخوه الطباخين يعني ما شاء الله عليه شيف على مستوى شكلك عالي. شكلك يعاني يا فواز. اي والله قاعد اتذكر الاكل، ذكرته لما يطلع لك يقول لك مجبوس باللوتس مثلا، والله ما اذكر. لا يعني بالفقع. لا في 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 اصابع الهامور بالمتاي، شفتي؟ والله احنا شفنا. عرفت تقصد من؟ ايوه وعارفه. ذكرني بالاسم بالعكس، احنا نفتخر فيه ونفتخر في كل واحد بحريني. بو بديع. يعني. نمسي عليك بالخير يا ابو بديع. والصراحه انا استمتع مو بس في طبخاتك، حتى في طريقه تقديمك للطبخه. بالفعل. والجرس اللي في الاخير، ابرز الهامور، ابرز اللوتس، ابرز ما ادري شنو، ابرز الفاصل، عطونا فاصل. مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المعتمدة لفحص فيروس الكورونا COVID-19. الطاقة الاستيعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الواحد. يعمل المختبر على مدار ال 24 ساعة. تقوم عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية البوليمريز تشين رياكشن الـ PCR. هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس. مختبر الصحة العامة، المجهر الذي لا ينام، حيث لا مجال للخطأ أو نقص في الأداء. تقدرون تعتمدون علينا في إجراء الفحوصات.
بس احنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات. مشاهدينا راح ننتقل معاكم الى زميلي فواز اللي راح يستعرض اخر الاحصائيات المتعلقه بفيروس كورونا في مملكه البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا. بالتاكيد راح نستعرض في هذا العرض اخر الاحصائيات اللي اصدرتها وزاره الصحه حتى اليوم الخميس 11 من شهر يونيو 2020. فقد اجرت مملكه البحرين اكثر من 393 الف فحص، وهي النسبه اللي تتفوق فيها البحرين على اكثر دول العالم تاثرا بالفيروس على مستوى حجم اجراء الفحوصات مقارنه بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 5146 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 5134 حالة، فيما يبقى 12 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 113 حالة، أما المتعافون فيبلغون 11487 متعافي. الوفيات 34 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم الخميس في مملكة البحرين رصد 468 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 273 حالة لعمالة وافدة و176 حالة لمخالطين و19 حالة قادمة من الخارج، وتسجيل 3 حالات وفاة وتعافي 378 حالة. هذا كل ما لدي، وعودة بالتأكيد لشغل الله. شكرا لك فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. سنواصل مشاهدين العمل بكل جهد، وسيتواصل العطاء إلى أن نقضي بإذن الله على الوباء. كلنا فريق البحرين، وكلنا يجب علينا القيام ببعض الإجراءات والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة علشان ندعم الجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا. صدقت يا فواز، يعني احنا نردد ونقول أن التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع هو الحل الأول للقضاء على فيروس كورونا والسيطرة على انتشاره. فوعي المجتمع وإدراكه هما السلاحان اللي احنا فعلا نتصدى فيهم عشان نواجه هذه الجائحة. وأيضا القيادة الله يحفظهم في مملكة البحرين يديرون هذه المرحلة الاستثنائية بمهنية عالية، وبإذن الله سواعدنا الوطنية وبتكاتفنا بنكتب قصة نجاح البحرين في القضاء على جائحة كورونا قريبا جدا بإذن الله. إن شاء الله هذه القصة يا لولو بيخلدها التاريخ بإذن الله، وبيذكر فيها أن البحرين قامت بإجراءات استباقية واحترازية وأيضا وقائية للحد من انتشار هذا الفيروس. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها يا رب. وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم، بالتأكيد راح نلقاكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي مع الزملاء بسام ورقية، وبالتأكيد راح نعود لنرتدي الكمام بعد أن نزعناه في بداية حلقة برنامج مجتمع واعي. أكيد سنعود لارتداء الكمام حالا إن شاء الله، وفي أمان الله. في أمان الله.